امبارح الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر رسائل بتلخص اهم ما قيل خلال حديثه بالجلسه الختاميه لبرنامج محاكاه مجلس الامن بمنتدى شباب العالم المقام بمدينه شرم الشيخ. خلينا نستعرض هذا من على الصفحه الرسميه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه التويتات طبعا ده على تويتر مش على فيسبوك. ودي ابرز ما قيل من تصريحات في هذا الصدد، نموذج المحاكاه. ده فيسبوك؟ ده فيسبوك، اوكي. ده الصفحه الرسميه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفيسبوك.